تطلع هون رح تشوفوا هي هذا مشبوك دلتا كونكشن. هي عند القطع المبسطه الثلاثه اللي حكيت عنهم مشبوكين ما بين، هو هون مش مسميهم اكس واي وزد، مسميهم في 1 وفي 2، يو 1 ويو 2، دبليو 1 ودبليو 2، محطوطين الثلاث قطع اللي موجوده هون بحيث انه المحرك مشبوك دلتا. فبيجوا هدول الثلاث قطع، هدول الثلاث قطع بامكاني افكهم، واذا شبكتهم بين هون وهون الستار هون بتحول لستار، بدخل الثري فيزز بنفس الطريقه. اذا بنشوف شيء شبيه بس مشبوك ستار كونكشن، هذا محرك ثاني، هذا نفس المحرك اللي هلا شفناه. شايف اذا بتلاحظوا مش زي ما حكيت انا امبارح اكس، هلا في بعضهم بحطوا اكس واي وزد، بس هون مسميهم التيرمينولوجي يو وفي ودبليو. ولاحظوا كمان اذا تطلعوا مزبوط رح تشوفوا الفي 1 قدام اليو 2 والدبليو 1 قدام الفي 2 واليو 1 قدام الدبليو 2. لو حطيت في 1 قدام في 2 بقدرش احطهم شورت على بعض، اوكي، فمعمول لهم شيفت عشان بقدر احط مباشره اليو 1 على دبليو 2 وفي 1 على يو 2 ويو 1 على دبليو 2. هلا الطريقه الثانيه للوصل، وهلا بتلاحظوا هاي المسافه مساويه لهي المسافه، فهي نفس القطعه بفكها وبلفها، اوكي. هاي مشبوكه ستار، نفس القطعه نفس الشيء ونفس المسافه نفس هاي القطعه. لو فكيت هذه القطعه من هون وحطيتها هون بقدر اشبكهم بهذا الشكل. راح تلاحظوا هون في الايرث تيرمينال الشصي، اذا بدي اعمل ايرثينج بشكل صحيح بروتكشن عشان البروتكشن، شايفين كيف شكلها زي جراوندينج. فالمفروض بالطريقه الصحيحه يجيني كيبل، يجيني كيبل على المحرك في 4 تيرمينالز، ثلاثه تيرمينالز للباور وواحد تيرمينال حتى اعمل ايرثينج على هاي النقطه. هاي النقطه بيكون الشاصي تبع تبع المحرك معمول له ايرثينج، بحيث لو صار في فولت ما يعني يفصل يفصل الباور سبلاي مباشره. اذا هذه هون مثال واضح على ستار ودلتا كونكشن، والسكس تيرمينالز كلهم طالعين للاندكشن موتور، ثري فيز اندكشن موتور كل السكس تيرمينالز طالعين لبرا.